والله في اصلا في حالات كثيره اصلا مرت، وانا بتكلم عن حالتي خاصه. يعني وضعت لي غطر طبعا مكانه، ووضعت العيش والملح سنوات سنوات طويله عانيت فيها، اولادي عانوا فيها، زوجاتي عانوا فيها، لدرجة اني فقدت بنتي عمر 20 سنة بحسرة الحال اللي نحن فيه. بنصارع من اجل البقاء، ما حد يعني برد. راجعت السفارات الخارجية، مناشدات عبر الصحف، عبر هنا، ما حد يسأل ولا حق. اوكي، انا يعني سألت نفسي، انا حتى اذا انا كنت اصلا مدان ولا مجرم ولا ظالم، أولادي دخلهم إيش في الموضوع؟ 15 شخص من بعدي. ما المفروض كان أصلاً. بس أنت يعني بعد ما اتهموك بأنك أنت شاركت أو دعمت الانقلاب اللي بيسموه انقلاب يعني في 96، المحكمة برأتك. برأتني أصلاً، ما في، أنا أصلاً ما بعرفهم أصلاً. أنا مجرد ما دخلت القوات المسلحة دخلت كرياضي متفرغ. متفرغ لعمل الرياضه. كنت اصلا في اوروبا، كانت بس شغلانتي كنت في اوروبا. انا حتى من اعتقلون جاي من المانيا. جيت المطار، كنت بتشارك في بطوله في المانيا؟ كنت بشارك في بطوله، جيت من المانيا قبضوني في المطار. ليه؟ قالوا انت مشارك في انقلاب. انا ما عارف ايش الانقلاب اللي حصل، ما عارف انقلاب اللي حصل. ودوني ابعاد، ودوني مستشفى نفسي، ودوني ادوني كهرباء، يعني اشياء. تعرضت للتعذيب؟ كثير كثير، نفسي وجسدي واشياء كثير يعني الواحد يتعرض له، انا واولادي. طب ايه يعني ذنب اولادك؟ يعني انت هو دي المشكله. وايه ذنبك انت اصلا يعني؟ انا ما عندي ذنب، وانا حتى لو عندي ذنب اولادي ايش ذنبهم؟ يتعرضوا للاشياء دي، ما لهم ذنب. يعني ما في حد. طب ما فيش جمعيات حقوقيه يعني؟ ما في حقوق، يعني انا في السودان ما في جمعيه حقوق، ما عندنا حقوق انسان لحد اللحظه دي، ما عندنا يعني صراحه. طيب في قطر يعني ما قدرتش مثلا تشوف محامي مثلا في قطر يدافع عنك؟ ما حد يدافع عنك، مشكله زي دي ما حد يدافع عنها الصراحه. اقول يعني عندك شيخ قال لك لا، ما حد يقدر يقول لك كاي، خلاص انتهى الموضوع. يعني تنزل تنهان تموت، ما حد يقدر. اخر مره كنت فيها يعني لما خرجت من الدوحه اخر مره كانت سنه كام يا كابتن جمال؟ كانت سنه 2000. سنه 2000.